يفتتح حزب مستقبل وطن اليوم الخميس مجمع عيادات طبية في ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، ويضم المجمع 22 تخصصا طبيا وقسم أشعة مجهز بأحدث أنواع الأجهزة التلفزيونية والمقطعية ومعمل تحاليل طبية، إضافة إلى صيدلية خارجية لخدمة المجمع الطبي. ويقع أيضا على مساحة تصل إلى 2400 متر موزعة على طابقين بحجم استثمار يصل إلى 30 مليون جنيه.